وقفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العراق دعما لمتظاهري انتفاضة تشرين المعتقلين والمغيبين قسريا. صيحات الناشطين من ساحة كهرمان في بغداد وجهت للسلطات الحكومية مطالبة إياها بالكشف عن مصير الناشطة والمسعفة صبا المهداوي ومئات الناشطين الذين اعتقلوا وخطفوا وإطلاق سراحهم فورا. الوقفة هذه نطالب فيها بالكشف عن مصير المختطفين من الشباب والشابات ومنهم صبا فرحان المهداوي وكل الشباب والشابات المعتقلات في سجون الفاشية الجديدة. الناشطون أكدوا أن السلطات الحكومية أعلنت عدم علمها بمكان وجود صبا المهداوي رغم مرور نحو أسبوع على خطفها. هناك مناشدات، هناك لقاءات مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء، مع القوات الأمنية، الكل أنكر وجودها في سجون النظام، إذن أين هي موجودة؟ ويرى آخرون أن خطف الناشطة صبا المهداوي هو دليل على تخوف السلطات من مشاركة النساء في انتفاضة تشرين. هذا دليل على أن هنالك خوف من العنصر النسائي في هذه الانتفاضة وهذه الكثرة في الإمدادات والمساعدات وكذلك استدامة هذه الانتفاضة. السلطات الحكومية وبعد أكثر من شهر على اندلاع التظاهرات لا تزال غير مكترثة لمعاناة العراقيين لا سيما الشباب. الشباب يمثلون أوسع شريحة بالمجتمع، لا معامل لا مصانع لا مشاريع، بس اللي متقدمين بالفساد بالمحاصصات بمصالحهم الخاصة بمنافعهم، حتى بالفترة الأخيرة على مود هاي الدرجات الخاصة الشعب ثائر وطالع بالشارع وينام، هم يدورون من يحصل الدرجات الخاصة قبل مقابل فلوس. ويبدو أن استمرار حملات الاعتقال والخطف على يد القوات الأمنية وميليشيات الأحزاب لا يزيد المتظاهرين إلا إصرارا على موقفهم. صار لنا شهر بالتمام والكمال للشباب مواظب ومصر على تغيير النظام. هذه المرة كنا إلى قبل أشهر نطالب بالإصلاحات، لكن أصبحت الإصلاحات ورقة قديمة، واليوم الشعب يطالب بتغيير النظام كون هاي الطبقة السياسية الحاكمة هي من أثرت على المال العام وهي من سرقت قوت شبابنا وهي من تقتل شبابنا اليوم. هذا هو لسان حال متظاهري العراق المنتفضين لإسقاط النظام. اطلبوا بصوت قوي الكشف عن مصير الشابات المختطفات، عن مصير الشباب المختطف.